السلام عليكم ورحمة الله. قامت طائرة تابعة لميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر بقصف مطار معتيقة ليلة الخميس. وأوضح المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي أن ذلك جاء في الوقت الذي فتح فيه جسر جوي بين طرابلس وغات لنقل المساعدات لأهالي غات، مبينا أن القصف الجوي قد يؤخر عمليات تجهيز المعونات وشحنها جوا. قال المجلس البلدي غات إن السيول التي تضرب المدينة منذ الاثنين الماضي خلفت حتى الآن أكثر من 600 أسرة نازحة موزعين على 5 مراكز للإيواء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن وتضررت 6 أحياء بالكامل، كما أن 24 شخصا فقدوا وانقطع التواصل معهم حتى الآن. وأوضح المجلس البلدي غات في بيان صدر عنه أن كل الإحصائيات التي يتم نشرها حول أزمة الفيضانات في غات غير دقيقة، إلا ما يتم نشره عن طريق الهلال الأحمر الليبي أو المجلس البلدي غات، موضحا أن فرق الحصر منتشرة في كل مناطق البلدية. أكد وزير الداخلية فتحي بشاغة أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والمواصلات والحكم المحلي، وتم تجهيز قافلة إغاثة ومساعدات طبية لأهالي مدينة غات التي كانت من المفترض أن تصل مساء الأربعاء، ولكن تعذر وصولها نتيجة سوء الأحوال الجوية مما اضطرها إلى العودة لمطار معتيقة الدولي. وأوضح بشاغة خلال تصريح صحفي بمطار معتيقة الدولي أن هذه القافلة سيتم إرسالها صباح الخميس، موضحا بأن هذه القافلة لن تكون الوحيدة وبأن هناك إمدادات برية سيتم إرسالها من كافة المدن الليبية لرفع المعاناة عن أهالي مدينة غات. أكدت إدارة الملاحة الجوية بمطار معتيقة الدولي الخميس استمرار حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي ودون توقف. وأوضح مطار معتيقة الدولي على صفحته الرسمية أن طيرانا حربيا تابعا لميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر قام باستهداف مدرج الإقلاع بالمطار ليلة الخميس مخلفا أضرارا مادية. أعلن المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب أن طيران ميليشيات مجرم الحرب حفتر استهدف صباح الخميس مستشفى ميدانيا بمنطقة السواني جنوبي العاصمة طرابلس. كما أضاف المكتب أن القصف الجوي لطيران مجرم الحرب خليفة حفتر استهدف نادي الفروسية بمنطقة جود دايم بالقرب من مدينة الزاوية. يذكر أن طيران ميليشيات مجرم الحرب حفتر شن عدة غارات وسط الأحياء السكنية مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس. إلى اللقاء.